لما بنكون قاعدين في مكان عام قهوة أو كافيتيريا بنتكلم مع صحابنا في أي حاجة أسرية أو علمية أو شخصية ونلاقي إن في حد غريب معدي من جنبنا بيسمع إحنا بنقول إيه بنحس بقدر من الغرابة بنحس إن في حاجة مش مظبوطة وتلقائيا بنبدأ واحدة واحدة نوطي صوتنا خالص أو نسكت لغاية ما نفهم إيه اللي بيحصل ده وساعات في مترو الأنفاق لما نكون راكبين المترو بنعمل أي حاجة في التليفون والأخ اللي جنبنا يقرر يبص بعينه على الشاشة أو على الكتاب بنحس بانزعاج انت مالك او يعني في حاجه مش مظبوطه ايا كان بنقرا ايه وايا كان احنا بنعمل ايه زمان قبل ما نشوف الانترنت بتوظيفاته في حياتنا النهارده لما كنا بنحب نتواصل مع بعض كنا بنستخدم الجوابات بنجيب ورقه بيضه بنكتب عليها وبنجيب الظرف بتاع زمان دوت بنحط جوال الجواب وبنكتب من بره عليه نوعين من البيانات بيانات الراسل والمستقبل ونرميها في البوسطه بيجي البوسطجي ياخد الجواب زي ما هو بيوديه من ألف لبه من غير ما يقرأ الجواب. ممكن البوسطجي يقرر يفتح الجواب ويقراه. ممكن يقرر يلاقي حاجة مش عاجباه فيشطب عليها. ممكن كمان يجود من عنده فيزود على الجواب. وممكن كمان يغير الجواب كله إحنا مش هنعرف. الخصوصية مبدأ مهم في حياتنا لأن هي ديت اللي بتمكننا إن إحنا نقرأ براحتنا ونفكر ونبدع ونشارك ونتعالج بدون أي تدخل أو بدون أي إكراه. لو طول الوقت عايشين في قوالب بتحدد لنا بشكل مسبق من حقنا نعرف إيه أو نفكر إزاي مش هنقدر نكون مستقلين قوي. الخصوصية بتخلي كل واحد فينا يقدر يكون مختلف. كلنا في القاعة هنا مختلفين، مختلفين في تفكيرنا، في رأينا، مختلفين حتى طريقة لبسنا. الاختلاف عامة إثراء، إثراء مهم، والاختلاف ممكن لأن كل حد منكم بيقدر على نحو خاص يفكر ويقرر ويختار لوحده هو عاوز يعمل إيه. ممكن كمان شوية شهور أو سنين نغير رأينا بناء على مناقشات بنعملها مع ناس بنتفق معاها وناس بنختلف معاها فغير قناعاتي عشان بفكر وانا مستريح انا بفكر بشكل عامل ازاي. بنعتبر الخصوصيه جوهر اساسي لاي مجتمع ديمقراطي لان الخصوصيه هي اللي بتخلي كل حد بيقدر يكون نفسه. الخصوصيه تفعيل لمبدا بالانجليزي اسمه اوتونومي. اوتونومي معناها قدره الافراد على التحكم في البيانات الخاصه بنحو حر والاختيار الطوعي اشارك ايه مع مين ازاي وامتى. يعني على سبيل المثال انا ممكن اختار صوره من لقاء عام انشرها عندي على تويتر وممكن صوره اسريه جدا ابعتها بس لاهلي واصحابي وممكن صوره بحبها جدا اطبعها واعلقها على العربيه واتحرك بيها في الشارع انا في كل مره من دولت بختار درجه العلنيه ودرجه المشاركه انا عارف بشارك ايه مع مين وبانه قدر وبشكل عامل ازاي النهارده بيبقى صعب علينا شويه نتخيل الخصوصيه شكلها عامل ازاي بس ممكن نقدر نفهم بيها اكتر في سياق البيت على سبيل المثال لما حد بيجي يزورنا في البيت بيخبط على الباب بنفتح له الباب بنقول له اتفضل او نتكلم من بره او ممكن الشخص دوت يقرر يكسر باب الشقه ويخش بالعافيه وقتها بنسميها اقتحام حرمه الحياه الخاصه عشان دي مساحه خاصه انا بقرر امتى ادخل الناس او ما ادخلهمش جوه البيت النهارده على الانترنت الموضوع مختلف شويه لما نحب نتواصل مع بعض مش بنستخدم الجوابات بنستخدم السوشيال ميديا والانترنت والايميلز الى اخره بس الخطوة اللي قبلها الأهم إن عشان أقدر أعمل دوت محتاج أصلاً إنترنت أبقى أوصل على الإنترنت. بالمناسبة كم حد في القاعة هنا دلوقتي على 3G أو واي فاي يرفع إيده؟ أوكي تقريباً كل قاعة على الإنترنت. كم حد منكم عدى في سؤاله سؤال إذا كان مقدم الخدمة شايف أنتوا بتعملوا إيه دلوقتي وشايف أنتوا بتقروا إيه ولا لأ؟ هل أصلاً مهم السؤال ده؟ هل مهم إن مقدم الخدمة يبقى قاعد بيراقبنا وشايفنا ولا دي حاجة مش طبيعية؟ في تكنولوجيا المعلومات الحاجة الأساسية اللي محتاجين نستوعبها إن القاعدة الجوهرية بتقول لنا إن أي مقدم خدمة بيقدر يطلع على الخدمة دي وبيقدر يتحكم فيها. بمعنى أنا معايا تليفون محمول من شركة. الشركة دي بتديني مجموعة خدمات، مكالمات صوتية، رسائل نصية، GPS، وإنترنت. ده معناه إن بحكم هندسة الشبكة الشركة دي تقدر تشوف أنا فين دلوقتي حالاً، وتقدر تعرف أنا إزاي بستخدم الخدمات دي، وتشوف أنا بتكلم مع مين إلى آخره. على الانترنت عشان اقدر اعمل دوت الشركات عندها اختيار من الاثنين الاختيار الاولاني ان الشركه تتجاهل تماما معايير امن وسلامه لحمايه معلوماتنا وتتبنى مبنى تقني بيسهل الاختراق وسرقه البيانات الى اخره او تختار تحترم امننا وسلامتنا وتتبع معايير محترمه للحفاظ على معلوماتنا المعايير المحترمه دي بنسميها بالانجليزي انكريبشن او بالبلدي التشفير وده معناه ان كل بياناتنا تبقى على الانترنت مخزنه بطريقه امنه وبتتحرك على الانترنت برضه بطريقه امنه احنا بس اللي نقدر نشوفها ونتحكم فيها الناس اللي هنا في القاعه دلوقتي عندهم افتراض بديهي وانساني جدا ان اللي بيعملوه على الانترنت دلوقتي دي حاجه برايفت وخاصه بيني وبين الجهاز
مش اي حد شايفها. بس لو القاعه دلوقتي فيها حد شقي شويتين يقدر يشوف باقي الناس في القاعه بتعمل ايه دلوقتي، ودي فكره موتره نسبيا مش حاجه مريحه. اللي فيكوا عنده في البيت او في الشغل خزنه صغيره فيها فلوس او ملفات، الخزنه دي عليها قفل. القفل ده اونلاين او في مجال التكنولوجيا المعلومات بنسميه انكريبشن. اي حد دلوقتي فاتح فيسبوك لو بص فوق على اليو ار ال هيلاقي قبل facebook.com في حاجه اسمها https وفي قبلها رمز القفل. القفل دوت معناه انكريبشن، معناه ان الصفحه دي بينك وبين الشركه نوعا ما امن شويه. ممكن حد يحس ايه يا عم كل الهلع ده، انا ما عنديش حاجه اخبيها، ما عملتش حاجه مهمه، مش فارقه معايا الكلام ده خالص، وارد. ولكن الخصوصيه مش مرتبطه باحنا مين، هو بغض النظر احنا مين وبغض النظر احنا بنعمل ايه، الخصوصيه مساله مهمه لان هي اللي بتخلينا نعرف نكون نفسنا. لما بعمل اي محادثه او مناقشه مع مثلا اخصائي نفسي او طبيب او ابنائي في البيت او مع المحامي او مع الدكتور، كل المحادثات دي بنعتبرها محادثات خاصه، وساعات بنقول عليها محادثات حميميه او شخصيه او اسريه. احنا تلقائيا بنصنف كلامنا شكله عامل ازاي حسب احنا بنتكلم مع مين. زي برضو بالظبط ان الناس اللي هنا هوت اللي عندهم كروت بنكيه عليها بين كود، اللي عنده ايميل اكاونت وسوشيال ميديا عندهم باسوردات. الباسوردز والبين كودز مش حاجه وحشه، مش حاجه غلط، دي وسيله بتمكننا ان احنا نعرف نحمي بياناتنا ونتحكم فيها. مش مفروض ابدا اي حد يخش على حساباتكم يسرق الصور او يسرق محادثات خاصه ويبتز الناس بيها. بنسمع دايما للاسف عن ابتزاز جنسي وابتزاز مالي ومشاكل تانية كتيره خالص بنمر بيها للاسف. انا في رايي التحدي الرئيسي اللي بيقابلنا كلنا ان احنا بنقرر ندافع او نتضايق من انتهاك خصوصيه حد بناء على احنا قد ايه متفقين مع الناس او مختلفين معاها. يعني ممكن النهارده الصبحيه بتتسرب على الانترنت صور شخصيه جدا لشخصيه احنا بنحبها كلنا فهنزعل عشان احنا بنحب الشخصيه دي، ممثل على سبيل المثال. ممكن في نفس اليوم بالليل مكالمات شخصيه جدا تتزع على الهواء لحد احنا ما بنحبوش فنفرح. الحقيقي ان ولا مكالمات ولا الصور حاجه عاديه، مش مفروض ان احنا نتسامح مع فكره ان حياتنا الخاصه تكون ملك للناس او يبقى عادي فكره المراقبه وتهديد الناس باي معلوماتهم. انا بشوف الخصوصيه حاجه جوهريه جدا لكل الناس بدون تصنيف وبدون تنميط وبدون قد ايه انا بحبك او مختلف او متفق معاك، مش مهم اصلا معيار الاتفاق او الاختلاف. الفكره كلها ان كلنا من حقنا حق في الدواء والهواء والاكل زيها بالظبط زي حق في الخصوصيه. مش مفروض ابدا ان احنا نتسامح مع ده. ساعات بيكون صعب علينا بحكم التكنولوجيا، ممكن يكون مكان معقد او اصعب في تخيله او ان احنا نشوفه، يعني في البيت شايفين البيت شكله عامل ازاي، ولكن على الانترنت مش متخيلين قوي ازاي بياناتنا بتتحرك، مش قادرين قوي نستوعب الدنيا دي عامله ازاي، ودايما بنحس ان لازم اكون تقني ملعبك وشاطر تقنيا وعندي مهارات كده غريبه او اكون مش فارقه معايا خالص. في حاجه في النص ان الناس تبقى قادره تستوعب اكتر شويه الانترنت والتقنيات شكلها بيشتغل عامل ازاي، وان حمايه معلوماتنا الخاصه حاجه ممكنه، حاجه ممكنه بحاجتين، ان احنا نفهم احسن التكنولوجيا دي شكلها عامل ازاي وازاي بيشتغل الاس ام اس والايميل والبيانات اونلاين بتتحرك ازاي، نفهم بشكل كروكي الدنيا دي عامله ازاي، وبناء على الفهم دوت بنقدر نقرر قرارات احسن. انا مش دوري ان انا اقرر بالنيابه عنكم، انا دوري ان انا اقدر اشرح للناس واخليهم يفهموا السبيكترم كله شكله عامل ازاي، وبناء على فهم الناس من نفسها تقدر تقرر الاصلح ليها والانسب ليها حسب هي درجه انها عامل ازاي. ممكن حد يقرر الف، حد يقرر ب، كل واحد حر، ولكن بناء على فهم معين مش بناء على ان هو محتاج حد يقرر بالنيابه عنه. ساعات بنحس ان التكنولوجيا صعبه ومعقده ومش قادرين نفهمها، بس لما بنتكلم بالبلدي او بشكل ابسط شويه الموضوع بيكون احسن شويه. وكمان مره مهم ان احنا نكون عندنا قناعه على الاقل ان الخصوصيه حاجه مهمه لينا كلنا بكل اختلافاتنا بكل تنوعاتنا بغض النظر عن الدنيا عامله ازاي. مش المفروض ان حد يعاقب حد بناء على راي او حد يرهب حد بناء على صوره شخصيه او اي حاجه من الحاجات دي. بالمناسبه في اول كلامي كان في استاذ قاعد على فيسبوك هناك وانا لسه قاعد اتكلم على واتساب، انا كنت شايفكم ما تقلقوش انا كنت بهزر. بس على اي حال اشجعكم ان انتم تقروا اكتر عن المعلومات وعن امن المعلومات وكل حاجه ممكنه. شكرا لوقتكم.